حيث نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم الكشف خلالها على ما يقرب من 600 مواطن. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجاناً. احنا النهارده متواجدين في القافلة الطبية بمركز شباب المحسمة المحطة بإدارة القصاصين. القافلة بها كل التخصصات الطبية، البطنة، جراحة، نساء، أطفال، تنظيم أسرة بجانب الجلدية، بوجود مركز بجهاز أشعة معانا ومعمل دم وطفيليات، بجانب صيدلية بها أكثر من 82 صنف من العلاج. يتم إحالة الحالات المحتاجة تخصصات جراحية للمستشفيات الجامعية تنسيقا مع مؤسسة حياة كريمة.